شيخ رشاد أبو الهجاء إمام وخطيب مسجد الجريني في حيفا. طبعا مسجد الجريني سمي بعدة أسامي، الاسم الأول المتعارف عليه مسجد الجريني من الجرون والمكان منخفض، وجاء من اللهجة العثمانية أكثر، فلذلك سمي بهذا الاسم، خصوصا أنه نتحدث عن المسجد اللي بني على حافة على شاطئ البحر، يعني خلف المسجد كان البحر، وذاك هو كان بأكثر مكان منخفض فسمي بهذا الاسم من الجرن. والاسم الثاني مسجد الكبير، لأنه يعني كان في مسجد الصغير اللي بناه ظاهر عمر الزيداني الذي يبعد 300 أو 400 متر عن مسجد الجريني، ولصغر المسجد يعني وكان في حاجة لبناء مسجد أكبر فبنوا هذا المسجد وسموه المسجد الكبير. والاسم الثالث اللي هو مسجد النصر، ومن هنا يبدأ تاريخ المسجد. المسجد النصر سمي نسبة إلى انتصار حسن باشا الجزائري، وأحد يعني البحارة العثمانيين الذي أنهى مشوار ظاهر عمر زيداني في معركة حاسمي وقتل على أثر ظاهر عمر زيداني. فكان هذا في سنة 1775، وبني المسجد يعني بدأوا باشروا بسنة بعد مقتل ظاهر عمر الزيداني، وفي سنة 1776، ولذلك سمي هذا المسجد باسم مسجد النصر نسبة لانتصار حسن باشا الجزائري على ظاهر عمر. طبعا المسجد بقي يخدم المسلمين. في سنة 1902 كان السلطان العثماني قرر أن يبني هذا البرج ضمن 100 برج في منطقة بلاد الشام، وكان نصيب حيفا مثل ما كان نصيب عكا مثل ما كان نصيب يافا وبلاد أخرى في منطقة الشام، بأن نلنا على هذا البرج اللي قد اعتقد البعض حتى 2008 اعتقد البعض أنه هذا إنما هو المئذني، وكان نقاش يعني كيف ممكن أنه تبنى مئذنة في هذا الشكل، حتى أنه بعضهم شكك بأنه هذا أصل أنه لم يبنى مسجد إنما بنى كنيس ونحو ذلك. ولكن الحقيقة أنه مش يعني كانت طبعا اضطرينا أنه استدعاء يعني مؤرخ للمسجد باسم جوني منصور وآخر الدكتور محمود يزبك، وشرحوا عن تاريخ المسجد وأظهروا يعني المئذنة المسجد التي هدمت في 1948 وهدمت نتيجة قصف من البحر، قصف الجيش، ولذلك سقطت المئذنة ولم تبقى وبقي البرج الساعة. المسجد بني في الأساس لما بني في منطقة سوق شوام اللي هو يعني كان مركز تجاري مهم جدا. التجارة تأتي من بلاد الشام، سوريا ودمشق، وتأتي عبر القطار، وأيضا يعني كان هناك تأتي من دول أخرى عن طريق البحر من تركيا إلى آخره، وتنزل في حيفا في ميناء حيفا سواء الميناء البحري أو عن طريق سكة الحديد، وكان المركز الأساسي. يعني هنا إحنا نتحدث عن منطقة سوق الذهب وسوق السمك وكل الأسواق، بحيث أنه كان على مسافة واسعة، كل عقدات تشبع عقدات في سوق القدس وفي سوق نابلس وفي سوق الخليل. هذه كلها المعالم أزالها يعني أزيلت في 67 في بأمر من رئيس بلدية حيفا أبو خوشي، ولم يبقى منها شيء الأسواق كلها. المسجد بقي كما هو. طبعا حتى بناء المسجد، اللي دخل على المسجد وشاف أنه المسجد مش باتجاه القبلي لأنه بني في بقرب السرايا العثمانية اللي هي اليوم طبعا مش موجود السرايا، بس بقي اسمها اسم الشارع اللي يفصل بين المسجد وبين عمارة الصاروخ اللي هي تشمل كل المؤسسات الحكومية. والحكومة بنت عمارة الصاروخ اللي محل مكان السرايا العثمانية. طبعا هذا شيء لم نطالب بأنه بإزالة المسجد يعني من المؤسسات كما أرادت لجنة المتولين السابقة، ولكن الشيء اللي طلبنا مرارا هو أنه نخفض الأذان، صوت الأذان طبعا. وكان هناك ضجة كبيرة من أحد يعني صرحت إحدى عضوات بلدية حيفا تصريح غير معقول بخصوص الأذان، ولكن رأينا أنه مجتمعنا العربي بكل أطيافه من المسلمين والمسيحيين هبوا هبة رجل واحد، وقدرنا أنه هذه الأصوات نخرسها
والأذان الحمد لله يرفع في المسجد كباقي المساجد في حيفا 5 أوقات في اليوم. فهذا البناء طبعا أهمل بشكل عام يعني من 1948، لا يعني كان هناك ترميمات سطحية، وكان الغاية طبعا والهدف منها أنه هدم المسجد نهائيا، بحيث أنه لجنة المتولي الوقف الاستقلال السابقة اللي كانت من قبل أبرمت اتفاقية بيع للمسجد، يعني كان هدفها هو أنه تعويض الشركة، شركة من الشركات التي اشترت قطعة مقبرة من الاستقلال ولم تحصل عليها، فأرادوا أن يعوضوا الشركة، فأبرموا مع الشركة اتفاقية على المسجد الجريني، وتقضي اتفاقية أن يبنى بناء يعني عدة طوابق، وفي البناء في الطابق 13 يعطى للمسلمين مصلى بمساحة 100 متر دون مئذنة. طبعا هذه اتفاقية كانت، لكن بفضل الله تعالى يعني اكتشفنا الأمر بال 2008، توجهنا للقضاء والخاصة يعني توجهنا للمحكمة الشرعية اللي هي مسؤولة عن المتولين، وكانوا حتى 2008 هم القائمين على الأوقاف، فتوجهنا للمحكمة الشرعية، عزلت لجنة المتولين وعينت لجنة متولين أخرى اللي أنا واحد من الأعضاء، وبدأت اللجنة تعمل على إبطال الاتفاقية، وأبطلنا الاتفاقية بعون الله تعالى. ولذلك الآن يعني إحنا بصدد جمع تبرعات لمقبرة الاستقلال حتى نعوض الشركة الأموال اللي دفعتها، واللي لجنة المتولين يعني أحد أعضاء لجنة المتولين أخذها وهرب بها إلى أمريكا. المسجد يعني يمتاز اليوم بأنه أصبح مركز مهم بالنسبة للمسلمين في حيفا، سواء في صلاة الجمعة أو في صلاة التراويح، صلاة التراويح وفي الأعياد، وأيضا في بيوت العزاء. يعني قد يصل أحيانا في بيوت العزاء يعني في يوم آخر يوم من العزاء قد يصل 500 أو 600 شخص، فنضطر أنه فتح القاعة للنساء وهذه الساحة يعني للرجال، وهذا يدل على أنه المسجد أصبحت فيه حياة قوية جدا، بحيث أنه يعني مجرد وجود الناس في المسجد هذا حفاظ عليه. هذا المسجد يعتبر المحطة الأخيرة في تاريخ الظاهر عمر الزيداني، ولذلك يعني يأتينا من كل الجامعات في البلاد حتى يعني من خارج البلاد الذين يتعلمون عن تاريخ الظاهر عمر الزيداني يأتون إلى حيفا بعد مشوار، يعني يبدأون من الشمال حتى الجنوب ويمرون على كل معالم، ويأتي آخر محطة تأتي المسجد الجريني ليتعرفوا ويقولوا أنه هنا يعني انتهى مشوار الظاهر عمر الزيداني، بحيث أنه الذي بنى المسجد هو حسن باشا الجزائري اللي قتل الظاهر عمر الزيداني. وجودنا كفلسطينيين داخل في هذه البلاد مهم جدا، بحيث أننا حفظنا على مقدساتنا، على أوقافنا، حفظنا على تاريخنا، كنا وسنبقى يعني جسر بيننا وبين شعبنا العربي في أي قطر من أقطارنا وبلادنا العربية. إحنا جزء أصيل من هذه العروبة، وأيضا أصيل من الإسلام والمسلمين، نحن جزء لا يتجزأ، ولذلك يعني نقول لهم أنتم إخوة لنا ونحن لكم إخوة، فيجب أن نكون كالجسد الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الجسد بالسهر والحمى.